حضرتك اشرت ان النادي الاهلي فريق كبير، ويمكن توقعت نتيجه المباراه وتوقعتهاش يا كابتن اثناء سير المباراه. اولا انا بحييك، انت وحشني، تحياتي ليك كابتن، وانت كمان كتير. وبعدين انت ما بتتصلش بيا خالص، لا ما خلاص اقدرش، نسيت ما اقدرش يا نسيت كابتن، بمسي انت على ابويا. اخويا وحبيبي الكابتن شريف، طب والكابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد والكابتن الرحمن، ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. والكابتن عادل عبد الرحمن. يا سلام، ده ايه الكوكبه الجميله دي، منور الدنيا يا منور كابتننا والله. الله يخليك يا حبيبي، منور يا ومبروك كابتن، للنادي الاهلي. انت نورت الدنيا النهارده لحضرتك الصراحه يا كابتن. فريق الاقرب الى الدوريات الاوروبيه في ادائه الجماعي، ودايما الفرقه اللي بتعتمد على الاداء الجماعي بشكل كبير هي دي الفرق بتاعت البطولات، عكس الفرق اللي بتعتمد على الاداء الفردي. فالفريق اللي بيعتمد على في ادائه على الجماعيه دائما ما يكسب، ودائما ما يكون هو البطل، صح. عكس الفريق اللي بيعتمد على الحلول الفرديه فقط. يعني النادي الاهلي عنده الاثنين، عنده الحلول الفرديه وعنده الحلول الجماعيه. وبعدين فريق بيملك ثلاث فرق وكل خطوطه متكامله، فانا بشفق على لعيبه النهارده وبقول لهم هارد لك، ومفيش مشكله، ده ماتش وعدى، وببارك للنادي الاهلي النهارده على كابتن حلمي. يمكن انا واحد من الناس اللي اتمرنوا تحت قيادتك، يعرف امكانيات كابتن حلمي طولان بشكل كبير، امكانيات هايله طبعا، واتطورت بشكل كبير كمان في فترات اخيره كابتن حلمي. لكن انا عايز اسالك النهارده، التكتيك اللي كنت نازل بيه هذه المباراه يا كابتن، ويمكن انا ما اعرفش طبعا الاحداث المباراه بتختلف طبعا. طبعا انا هقول لك يا فاروق، طبعا الفرق الكبيره اللي زي الزمالك وزي الاهلي اللي بتقدر تلعب وبتقدر ليها انياب هجوميه وليها يعني هجوم بيبقى متنوع، سواء من العمق سواء من الاطراف، سواء ده بيبقى صعب جدا اللعب قدامه. كان همي الاول طبعا ان انا احاول اضيق المسافات واضيق المساحات عشان ما ابقاش بلعب قدام فريق بهذا الحجم وانا مفتوح الخطوط، لان في منتهى الخطوره انك تلعب قدام فريق زي الزمالك او زي الاهلي وتفتح خطوطك، وخصوصا لما يكون هناك تباين في المستوى بين فريقك وبين الفرق. فطبعا كان ضروري ان انا اكون العب بتامين دفاعي زي ما انا كنت بشتغل طوال الفتره اللي فاتت، بحيث ان انا يعني اقدر امتص هذا الاداء الجماعي، اقدر اضيق المسافات اضيق المساحات. لكن امكانيات اللعيبه في النادي الاهلي امكانيات عاليه جدا، فريق بيلعب بشكل جماعي اكثر من رائع، تحركات بدون كوره وتحركات بكوره بوعي شديد جدا ووعي خطط كبير جدا. من الصعب انك تواجههم، ومن الصعب انك تلعب قدامهم حتى تقفل، من الصعب جدا يا فاروق صدقني. يعني كابتن من كلام حضرتك انت يعني مش عارف، هل انت بتلمح ان النادي الاهلي بقدراته مش موجود انديه ممكن تقاومه او تتواجهه بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ الحاله دي صعب دلوقتي. طب الحاله دي صعب، هل ممكن الاهلي يحسم الدوري من كلام حضرتك برضه بدري شويه عن يعني الاسابيع الاخيره؟ يعني التاريخ بيقول لنا فاروق ان النادي الاهلي عندما يعتلي القمه من الصعب انه ينزل، واخد بالك؟ فده التاريخ بيقول كده. لكن انا عارف كابتن حلمي خبرات الكبيره بيبقى عنده يعني الحس من خلال تواجد فريق وشايف امكانيات فريق بالنظر للفرق الاخرى كابتن. لا بص يا فاروق، اولا النادي الاهلي فريق متكامل في كل خطوطه، بل عنده ممكن يعمل ثلاثه تيم، واخد بالك؟ يلعب بثلاثه تيم. شوف البدلاء في كل مركز عاملين ازاي، واخد بالك؟ وما تحسش بفروق كبيره بينهم وبين بعض، واخد بالك؟ فالنادي الاهلي هي دي فرق البطوله اللي بيبقى عنده فريق واثنين وبدل على مستوى، على نفس مستوى الفريق الاساسي. فاكيد يعني يا فاروق وضع طبيعي جدا.